السلام عليكم شباب، معكم علاء من كذا سوق. اليوم ان شاء الله راح نعلمكم عن خدمة توفرت قبل شهر تقريبا للامارات، واليوم متوفر بشكل كامل للسعودية. طبعا اليوم عندنا خدمة خاصة بنظام الاقساط والدفع اللاحق حقك كزبون. اليوم عندنا خدمة دفع باسم تابي، اذا بتخليك تقسط المبالغ الى 4 دفعات او ان تدفع عقب 14 يوم من الاستلام. تقدر اليوم تطلب منتج من كذا سوق، ما تدفع اي شيء وتستلم المنتج، بعدين تدفع بعد 14 يوم من الاستلام. يعني اذا المعاشات مثلا ما تنزل لنهاية الشهر، تقدر تشتري الشيء في نص الشهر وبعدين تدفع بعد 14 يوم من تاريخ الاستلام. على سبيل المثال نشوف هاي الكرسي، اذا كنت من الامارات او السعودية تقدر تستخدم هاي الخدمة، تقسم على 4 دفعات شهرية متساوية بدون اي رسوم. اذا عندك بطاقة ائتمان الحل بسيط سريع وسهل. طبعا نفرض ان احنا بنشتري هاي الكرسي، اول شيء تختار الدولة السعودية، تختار إضافة للسلة وتروح إنهاء الطلب. بعد ما تروح لإنهاء الطلب تتأكد إنك تختار عنوان في المملكة العربية السعودية أو الإمارات، لأن إذا ما تختار هالعناوين ما راح تطلع لك الخدمة. فاختبنا عنوان سعودي وطلعت عندنا الخدمات بيبال، الدفع بالكريدت كارد أو الدفع لاحقا بالأقساط مع تابي. نختار هاي الخدمة. بعد ما تختار هاي الخدمة راح يطلع لك خيارين، ادفع بعد 14 يوم من الاستلام مع تابي أو ادفع بالأقساط مع تابي. خلينا نختار الحين مثلا، رويكم ادفع بالأقساط، تسوي قراءة وافقت أشهر. بقول لك هني الأقساط راح تدفع 3 أشهر، يعني أول شيء بتدفع 217.50 ريال، هو المبلغ الكامل 870 ريال، وبعد شهر من الاستلام راح تدفع هاي المبلغ، بعد شهر من الاستلام راح تدفع المبلغ، بعد 3 أشهر من الاستلام تدفع هاي المبلغ. كل عليك تحط معلوماتك، الرقم والبريد الإلكتروني، كمل الشراء. الخدمة الثانية هي ادفع بعد 14 يوم من الاستلام مع تابي. أنا عندك هني أكمل عملية شراء، استلم الطلب وتمتع بمشترياتك، اكمل الدفع بعد 14 يوم بواسطة بطاقتك البنكية. حط رقم الهاتف، حط البريد الالكتروني، حط اكمل الشراء، راح يوصلك مسج على الموبايل تأكد فيه الطلب. بعد ما تدخل الكود راح تنهي العملية الشرائية وراح تستلم المنتج، راح يتم شحنه. عقب ما يتم شحنه تقدر انك تدفع بعد 14 يوم. طبعا هاي الخدمة متوفرة حق الناس اللي حابين انه يقسطون او ما يقدرون يدفعون من البداية، راح تقدر تسهل عليك امور الدفع بهاي الخدمة. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، واذا عندك اي استفسار اسألنا وراح نجاوبك. كان معك علاء، مع السلامة.